بما لا يقل أهميه عن الشقة، وهو مشروع الحفاظ على الطبيعة. كان في البداية دولة محامين تعرف الشركة عن مع تزايد العدد، مع سوء الإدارة التعليمية للدولة المصرية طوال السنوات الماضية، أدى إلى تراكم رقمي في جداول الخط المحامي. كل واحد عنده دكتور أو شاف أي حاجة يمين أو شمال، اشتغل أو ما اشتغلش، مسدد اشتراك هياخد معاه سنة اكتساب. طب أنا جايب منين فلوس؟ ده نقابة المحامين أصلاً ما عندهاش موارد خارجية غير مواردكم. يعني نقابة المحامين ما عندهاش دعم بيجي من الدولة ولا من الموازنة ولا من المالية ولا من أي حد بتعمل ماليين واحد، ولا حتى بيسهلوا لنا حاجة. إحنا بنشتري كل حاجة بفلوس المحامين، ومع ذلك صدر الحكم عشان يؤدي هذا الحكم لم نفي ذلك حسب ما أراد الحكم لأفلاس النقابة المحامية خلال خمس سنوات. إن كل محامي غير مشتغل ينجح في إنه يستخرج الكرامية غيلة عليكم بيصرف على نقابة المحامية 80,000 جنيه في السنة. إحنا ما عندناش فارس في جداول المحامين بقيت هو وانا ده مش كويس اطلاقا. انا عندي معيار واحد، انت مشتغل ولا مش مشتغل؟ هل اللي بيشتغل في الخارج محامين اخوان؟ لا طبعا، ده هم اكثر الناس المسؤوليه. هل اللي خرج من جداول المحامين كانوا اخوان؟ يعني ال 200,000 ولا 250,000 الذين لم يقيدوا هذا العام من السنه اللي فاتت دول اخوان؟ ده صحيح. الاخوان مش لازم يكونوا هدفا، ولن نكون هدفا من المستهدفين لاي سياسي مهما كان امره، ولا دي مسؤوليتنا. دي محاوله او اشاعه او تحريض بعد ان اعيته الحيل في افساد القرارات ومضمونها وغيرها. احنا عايزين نتحمل المشتغل، يطلع اخواني، يطلع شيوعي، يطلع مسلم، يطلع مسيحي، الناس دعوه. فكره تشتغل شغل من اول شهر. خصوصا في شهر تعالي شوف الست دكتور من اول شهر عندها محل او عندها شركه او عندها اداره. في سنة بغض النظر عنها، مش هقول لها بس هتكلم عن الواقع. تعالي بقى قابلني بسيده لك تعمل في مجال بتاع دقه خاصه. بتنزل الشغل بتاعها ولا بتنزل؟ هل بتقفل الشركه عشان تترفع؟ ممكن ده يحصل. ولا مسؤوليتها كمحاميه تنتفي بسبب هذا الامر، لكن هنقلب كل مساله بقدر حاجتها من الضروره، لانه بالقطع ممكن يبقى في ضروره جاءتها الى هذا الامر ولا بد ان يراعى هذا امام لجنه تقبل الهويه.